جان، شو جابك بهالوقت؟ شوفي، جبت لك معي هدية. شو هاد بقى؟ دهان. مو انت قلتي لي من قبل انه ناوية تدهني حيطان البيت؟ لهيك رحت وجبت لك دهان لحتى ندهن الحيطان مع بعض، مو اكتر. يسلم ايديك، كلك ذوق. تسلم. بدي اشرب قهوة. ايه روح اشرب. قصدي بدي اشربها ببيتك. ليش؟ شو الغاز تبعك لساته منزوع؟ ايه طبعا منزوع، ولو مو هيك ما كنت اجيت لعندك اصلا. عن جد فتون، انت مو طبيعية. ماشي ماشي، لا تعيط، وطي صوتك، هلا بتفضحني قدام الجيران. وحياة ربي ما حدا رح يفضحني غيرك بهالحارة. تحرك، خلصني، يلا فوت، خلصني بقى. شو هاد؟ جان؟ لك جنيت، انت شو عم تعمل؟ معقول عم تدهن بهذا الوقت؟ يسلموا ايديكي. ايه مثل ما انك شايفة الحيط كتير موسخ ولازم ندهنه بأقصى سرعة، فلهيك قلت لحالي يلا يا ولد ادهنه وخلص منه، مو أكتر. وطلعت بتعرف الدهن والله. ايه بعرف، شو مفكرة لك؟ ايه طيب اذا هيك بلا ما عطلك. ايه يا الله وسخت تيابي. لك يا الله منك، مثل الأولاد الصغار، نزعت تيابك بدهان، مو معقول. يلا شلحها لغسل لك ياها. قلت لك شلحها لحتى غسل لك ياها. بعدين بتغسلي. طيب خلص شغلك بالأول. تعري خليني ساعدك بالإدهان لأنه كتير تأخر الوقت. ماشي، ساعديني بالإدهان لشوف إذا بتعرفي تدهني ولا لا. تفضل. رح جرب وانت قلي اذا بعرف ادهن ولا لا. يا فتون، شو هاد شو هاد؟ لازم بالاول تنشفيها شوي. لا روحي روحي وادهن الجهة تبعي. يعني معقول هلأ بالحيط والادهان في جهة الي وجهة الاك؟ جان شبك. رح نخلص وهيك كله تمام. شايفه كله ظابط. بتعرفي رح يطلع مرتب لانه دهناه اكثر من وش، وهيك تغطى الوسخ. شو بكي فتون؟ انت منيحه؟ ها؟ ما بعرف بس حاسه حالي دايخه شوي. تعال تعالي وتسطحي، تعالي ارتاحي شوي. شوي ارتاح. شوي علي راسي عم يفتل جان. كتير حاسة حالك دايخة؟ ايه. يلا طيب ماشي. يلا شوي حبيبتي شوي. يلا ارتاحي. يا ربي دخيلك كل الحق علي لأنه نسيت افتح الشباك ونحن عم ندهن. ريحة الدهان بتقتل. رح افتحه هلا. بتشمي هوا نظيف وبتصحصحي. تمام، خليني غطيك بلا ما تاخدي برد. يلا 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 نامي. شو صرتي أحسن؟ إيه التسطيح ريحني. لك يا فتون شو هي؟
بصراحة جان نسيت أحكي لك عن الرواية. لك يا بنت، أنت كيف بتنسي تقلي لي عن شي مهم كل هالقد؟ جان هلا وقت هذا الحكي؟ مو شايفني تعبانة؟ طيب جيب لك مي؟ لا ما بدي، يسلم. تعرفي شو فتون؟ أنا عن جد فخور فيكي كتير، عن جد فخور فيكي. أنا بحياتي ما شفت حدا عنده هذا الإصرار اللي عندك يا. مو معقول قديشك وحدة عنيدة وقوية. قصدي لو شو ما كانت السلبيات والصعوبات بحياتك، على طول بتكوني أقوى من الأول وبتطالعي حالك من أكبر المشاكل. ما بعرف كيف بتعملي هذا الشيء عن جد. يعني مثلاً عم تشتغلي بالمطعم بس لحتى تعيشي وتدفعي أجار بيتك. كيف نسيت؟ شو اللي نسيتي؟ أف لك، أنا نسيت موضوع المطعم، وكان بدي روح لعند عمو حقي وجهز المطعم، بس لما شفتك وأنت جايب لدهان معك راح عن بالي موضوع الحفلة. أي طيب طيب، روقي شوي، احكي لي شو الموضوع، قولي. الموضوع أنه أنا طلبت من هنادي خانم أنه نعمل حفلة الترويج تبع الرواية بمطعم عمو حقي، لأنه بصراحة عمو حقي عنده مشاكل مادية كتير، وقلت لحالي يمكن هيك بكون عم ساعده شوي. عن جد أنت مو معقولة عم بتفكري بحقي بوضعه؟ خلاص أنت لا تشغلي بالك، بكرة أنا كمان بساعدك ومنظبط الأمور كلها سوا، ولا يهمك. تعرفي فتون؟ صار عندي فضول أعرف شو هو شعور إنه الواحد يكون طيب كل هالقد وذكي بنفس الوقت. عن جد يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.